يسعدني ويشرفني أن أنتهز هذه الفرصة وهذه المناسبة لأتوجه بأسمى آيات التقدير والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، ربي يحفظها ويطول في عمرها، على ما قدمت وتقدمه باستمرار للمرأة الإماراتية وللمجتمع الإماراتي بشكل عام، وعلى دورها الرئيسي منذ بداية تأسيس هذه الدولة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتوفير جميع الظروف لها لتكون شريكا أساسيا وفاعلا في مسيرة النهضة والبناء والتطور. نحن جيل غرسه زايد طيب الله ثراه، فكانت تجربتنا في دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة تجربة فريدة ومميزة ينظر إليها العالم أجمع ويشير لها الجميع بالبنان. أصبحنا نموذجا عالميا أكدت فيه المرأة الإماراتية أنها استطاعت وخلال فترة بسيطة وعقود قصيرة من عمر دولتنا أن تثبت للجميع ومن المواقع المختلفة التي تعمل فيها أنها أهل للمسؤولية وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سندا لبلادها في ظروف كافة. يأتي علينا يوم المرأة الإماراتية في هذا العام في ظروف استثنائية، في ظروف الجائحة التي تواجه العالم أجمع والتي أثبتت فيها بنت الإمارات مرة أخرى كفاءتها وجدارتها، ليس فقط لكونها من أهم العاملين في الصفوف الأمامية، ولكن أيضا لدورها الرائد في حماية أسرتها وبيتها ومجتمعها واحتضانهم للعبور بهم إلى بر الأمان. كل عام وإماراتنا الحبيبة في عزة وأمن وتميز، وكل عام وبنة الإمارات في تألق وشموخ. أختكم أميات محمد الهاجري، مدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة.